ولقاؤنا الأول سيكون حول معرض أو ملتقى المرأة العسكرية الذي يقام تحت رعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية يوم الأحد المقبل، وذلك بمشاركة مجموعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبذلك تكون هذه الفعالية هي أحد الفعاليات الرئيسية ليوم المرأة البحرينية للعام 2014 الذي اختير له شعار المرأة في المجال العسكري. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع الأستاذة أماني الشاجرة رئيسة قسم الدراسات والبحوث بالمجلس الأعلى للمرأة. في البداية نمسي عليك بالخير أستاذة أماني. يا هلا فيك أستاذة أماني. في البداية حدثينا عن فكرة هذا الملتقى. طبعا المجلس الأعلى للمرأة ينظم هذا الملتقى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وطبعا برعاية كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. طبعا هو المعرض والملتقى عبارة عن إحدى الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحريني، وهو تحت شعار المرأة العسكرية. طبعا احنا نعرف ان المرأة العسكرية لها العديد من الإسهامات والعديد من الإنجازات ولها العديد من العطاءات وقصص النجاح والتجارب الناجحة. لذلك كان لابد ان ينظم ملتقى ان يلقي الضوء عليها ويلقي الضوء على إنجازاتها. فالملتقى له العديد من الأهداف، ومن أبرز الأهداف أن يتم توضيح الأبعاد المختلفة لمشاركة المرأة الخليجية وشون أسهمت في تنمية القطاع العسكري وشنو كانت طبيعة أدوارها في تلك القطاعات. وطبعا لو بد أن بعد نبرز أهمية أن المؤسسات العسكرية نفسها تستمر في وضع استراتيجيات تضمن استدامة مشاركة المرأة في مثل هذه القطاعات، بالإضافة إلى أن من المهم أن يوسع نطاق عمل إسهامها في القطاع حيث أنه ما يقتصر على مجالات معينة. جميل جدا. بدنا نتعرف على برنامج هذا الملتقى يمكن دكتورة أماني. هو الملتقى راح يكون يستعرض مسيرة المرأة الخليجية في القطاعات العسكرية، راح يكون على ثلاث محاور. طبعا المحور الأول راح يكون مشاركة المرأة الخليجية في القطاعات العسكرية. عندنا المحور الثاني المرأة الخليجية في المجال العسكري وقصص النجاح. المحور الثالث راح يتطرق للآليات المشجعة لعمل المرأة الخليجية في المجال العسكري. يمكن الإضافة أستاذ أماني ليوم المرأة البحرينية هذا العام هو مشاركة المرأة الخليجية لها في هذا الملتقى وأيضا في الملتقى الطلابي الذي أقيم بجامعة البحرين، فما هي أبرز الدول المشاركة في هذا الملتقى؟ لو تحدثينا عن الإنجازات والإسهامات التي سيضيفها مشاركة مجموعة من دول الخليج في ملتقى كهذا. نعم، يعني مثل ما ذكرت سابق الملتقى معني بالمرأة الخليجية العسكرية، فإن شاء الله بيكون عندنا تمثيل ومشاركات من عدد من دول مجلس التعاون. على سبيل المثال عند الإمارات العربية المتحدة راح تعرض تجربة تأسيس الشرطة النسائية الإماراتية، وأيضا تجربة إنشاء أول جمعية شرطة نسائية على مستوى دول الخليج العربي، وراح نستفيد طبعا وراح يستفيد الحضور المشاركين طبعا من هاي التجارب. بالإضافة إلى سلطنة عمان راح تشارك في الملتقى وراح تلقي الضوء على تطور عمل المرأة العمانية في القطاع العسكري بمختلف أنواع قطاع الشرطة وقطاع قوة الدفاع. بالإضافة راح تكون عندنا مشاركة من المملكة العربية السعودية، البحرين أيضا راح تشارك بتجاربها من خلال آليات المشجعة لعمل المرأة في القطاع العسكري. بيكون عندنا نموذج الخدمات الطبية في المستشفى العسكري بمملكة البحرين، والمميز أن بعد مملكة البحرين راح تستعرض تأسيس الشرطة النسائية البحرينية وأيضا كيف تم الاستعانة بها لتأسيس الشرطة النسائية الكويتية باعتبارها بيت خبرة في هالمجال. جميل جدا. إذن الملتقى هو مشجع ومحمس ومحفز لكل من يرغب بالحصول على معلومات حول المرأة العسكرية. ما هو الأثر الذي ترجون لتحقيقه بعد هذا الملتقى أستاذ أماني؟ طبعا الملتقى مثل ما قلنا هو للمرأة الخليجية العسكرية، احنا نأمل ان تكون في استفادة وتبادل خبرات وتجارب لعمل المرأة الخليجية في القطاع العسكري. طبعا احنا نعرف ان المرأة العسكرية لها عديد من الانجازات والاسهامات، لكن بعد هي ما زالت تعاني من بعض التحديات. عشان كذا احنا نأمل ان من خلال هاي الملتقى نخرج
لمجموعة من التوصيات اللي تساعدنا نتغلب على هالتحديات، وأيضا توصيات تسهم في تطوير واستدامة عمل المرأة الخليجية في مختلف القطاعات العسكرية. ممتاز وجميل، لكن أستاذة بدنا نتعرف أيضا على المشاركين في الملتقى. هل المشاركة في الملتقى تتطلب وجود دعوات أم هناك تسجيل مسبق لحضور الملتقى؟ طبعا الملتقى هو بالدعوات، تمت دعوة المتحدثين ودعوة الحضور. كل التوفيق لكم أستاذة أماني شاجرة، رئيسة قسم الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى للمرأة. نتمنى للمرأة البحرينية في كافة المجالات وبالأخص المجال العسكري التوفيق والتطور، وأيضا نتمنى ذلك لمثيلاتها الخليجيات. كل الشكر لجهودكم، وكل الشكر لجهود المجلس الأعلى للمرأة ولصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. أحب أشكركم على الاستضافة، وأحب أهني المرأة في مملكة البحرين بمناسبة يوم المرأة البحرينية، وإحنا أيضا نرفع لها تحية مماثلة. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة أماني شاجرة.